تتوقع أن تعرف إحنا أنا كنت بقيادة قوات 44 هذا الحشي بالثمانينات واللواء مالنا لواء 83 مشات وأنا كنت طبيب اللواء وانضربنا ليلة 15/1/88 ضربة قاصمة من قبل إيران، فمقر اللواء انتقل فجرا أو مع الفجر إلى شيء اسمه جوال اللواء. أنا بكيت صوبت، بس الآن العراق هو جوال لواء حزب الله. يعني حزب الله ستنتقل قيادته، سينتقل من تبقى منه، سينتقل حتى نصر الله إن بقي حيا إلى ذلك الوقت إلى العراق. فالعراق اليوم جوال لواء معركة حزب الله مع إسرائيل، وربما يخرج لدينا كوثراني ليكون الجند الأول في هذا اللواء بالفترة القادمة. في الفترة الماضية اختفى اسم كوثراني، سيظهر يعني أنا أقدم قراءة، سيظهر كوثراني لإدارة المعركة التي تسند حزب الله، مثل ما حزب الله أسند غزة كوثراني يسند حزب الله، ويعني الحبل على الجرار. من العراق ساد عدي، من العراق دكتور، والجغرافيا شلون بعيدة. نعم، ألم تذهب حماس إلى العراق؟ ألم يأتي الحوثي إلى العراق؟ بلي. لماذا لا يذهب حزب الله إلى العراق؟ العراق مسرح عمليات ميليشيات إيران كلها، ومن أجل المحافظة ربما على هلال إيران الممتد من بغداد، ما راح أقول من طهران الآن، من بغداد إلى بيروت، عليهم أن يديروا طريق الهلال الذي سيتعرض